السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة وقراءة سريعة على صحافتنا المحلية لهذا اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من مارس 2017، ونستهل جولتنا بالاطلاع على أبرز ما جاءت بصحفنا المحلية من عناوين في صفحاتها الأولى. ومع صحيفة أخبار الخليج نقرأ: تدشين والموقع الإلكتروني الرسمي لسمو ولي العهد. 72% من الجمهور يؤيدون الإشارات المرورية الرقمية. الغرامات الصادمة والحبس والسجن أحيانا سببها النظام الحالي للإشارات. مؤتمر التجميل يختتم أعماله اليوم. الدكتور طارق سعيد: البحرين رائدة في جراحات إعادة الأطراف المبتورة. خبير اقتصادي: زيادة في الأسعار في وقت لاحق هذا العام وتراجع في الإنفاق بداية العام بسبب الضريبة المضافة. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: تدشين والموقع الإلكتروني الرسمي لولي العهد. أطباء عطلون يلجؤون للأيام، الشروط مجحفة وأبواب المسؤولين مغلقة والنائب المعرفي. مفاجآت سيكشفها تحقيق الأخطاء الطبية. تكثيف العمل على الطرق الرئيسية، خلف 9 أشهر للانتهاء من مشروعات تخفيف الازدحامات. ومن صحيفة الوطن والتي عنونت: تدشين والموقع الإلكتروني الرسمي لسمو ولي العهد. وزير المواصلات للوطن: تقدم ملموس وخطوات كبيرة بتنفيذ جسر الملك حمد. حوار موسع كشف النقاب عن مستجدات هامة في 8 تقاطعات بالوزارة. انتهاء تصاميم تصريف الأمطار في شارع أم النعسان إلى سند. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: تدشين الموقع الرسمي لولي العهد. وزير الداخلية: تشريعات للسلامة المرورية. يمكن أن تصبح نموذجاً لدول الخليج، موقع تابع للكرملين. روسيا تحتاج لتعزيز العلاقات مع البحرين. تطبيق البصمة الوراثية على المجرمين. حظر الروبيان الأربعاء والأسعار ترتفع. أما صحيفة الوسط فقد عنونت: تدشين والموقع الإلكتروني الرسمي لسمو ولي العهد. رئيس ممتلكات للوسط: قطع أراضي في حوار للاستثمار قريبا. قراءتنا الأولى ستكون من صحيفة أخبار الخليج، ونقرأ منها أن ديوان ولي العهد ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دشنا الموقع الإلكتروني لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. يتضمن الموقع في صفحته الرئيسية عرضاً لآخر أخبار سمو ولي العهد والصور والفيديو وعرض التغريدات من حساب سموه على تويتر. كما يتضمن الموقع أقساماً عدة تتضمن نبذة عن سموه والمركز الإعلامي. 72% من الجمهور يؤيدون الإشارات المرورية الرقمية. الغرامات الصادمة والحبس والسجن أحياناً سببها النظام الحالي للإشارات. بهذا العنوان نطالع من صحيفة أن نائب رئيس مجلس بلدي شمالية أحمد الكوهجي طالب بتركيب عدادات توقيت في التقاطعات المرورية حتى يتمكن السائقون من معرفة الوقت الذي ستتغير فيه الإشارة.
أكد رئيس مؤتمر البحرين الدولي للتجميل الاستشاري جراحات التجميل والتقويم الدكتور طارق سعيد في تصريح لأخبار الخليج أن البحرين رائدة في جراحات إعادة الأطراف المبتورة، مشيرا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر انفرد بعرض تقنية الأنسجة الصناعية المستخدمة في جراحات الترميم الأنسجة البشرية التلفة. ننتقل إلى صحيفة الوطن ونبدأ بالخبر الأول من الصحيفة، حيث أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة انتهت من إعداد التصاميم الهندسية لشبكات فعالية الفعالية لتصريف مياه الأمطار ستمتد من شارع أم النعسان مرورا بشارع الاستغلال وصولا إلى سند في المحافظة الجنوبية ضمن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتصريف المياه. كما نقرأ من الصحيفة الوطن أيضا أن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد لفت أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكة الحديدية وجسر الملك حمد بالتنسيق مع الجانب السعودي، إذ تقدر ميزانية المشروع بحوالي 4 مليارات دولار. وبيّنت الدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وسكة الحديد عن طريق القطاع الخاص. ونطالع من الصحيفة ذاتها أن رئيس المؤتمر الأول لجراحة التجميل العربي استشاري طب وجراحة التجميل والحروق الدكتور طارق سعيد كشف عن أن الوفود المشاركة في مؤتمر جراحات التجميل العربي الذي سيختتم فعالياته اليوم رفعوا توصية بأن تكون البحرين مقرا دائما للاجتماع. ونتحول إلى صحيفة البلاد لنطالع منها أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قال أن 50% من سواحل البحرين ستكون للعامة حسب المخطط الهيكلي الجديد للمملكة، مؤكدا أن اشتراطات تنظيمية مقرونة بقوانين صارمة ستطبق على المناطق السكنية للحد من المخالفات. أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى الخليفة في تصريحات خاصة لصحيفة البلاد أنه ضمن ما تم تحقيقه في مجال الزراعة والثروة البحرية هو إنشاء مركز متكامل لتدريب المزارعين على أحدث الأساليب، بالإضافة إلى تطوير مركز الاستزراع السمكي لرفع معدلات الإنتاج الحيواني. نطالع من الصحيفة أنه يبدأ حظر صيد الروبيان من الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار رقم 27 لسنة 2017 بشأن حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين أو تداول أو بيع الروبيان اعتبارا من 15 مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر 2017. وقراءة من صحيفة الوسط، حيث أنه بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد 33 والذي تنطلق فعالياته اليوم تحت شعار حياتك أمانة، قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة إن تطبيق قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% في العام 2016 عنها في العام 2015، إذ بلغ عدد الوفيات في العام 2016 47 وفاة، في حين بلغت الوفيات
الوفيات في عام 2015 76 وفاة. أشارت صحيفة الوسط إلى أن وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح بحث عن اجتماع عمل في مجلس إدارة شركة تشغيل برئاسة رئيس مجلس الإدارة الوجيه محمد إبراهيم كانو آخر تطورات مشروع لتطوير وإنشاء سوق المحرق المركزي وما وصلت إليه أعمال التطوير. نشرت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين محمود الكوهجي كشف عن أن البحرين بصدد عرض مشاريع للتطوير على أراضي جزر حوار ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الجزر كمقصد سياحي. لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات، نقلت صحيفة الأيام تأكيد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن تنفيذ المشاريع التحسينية قصيرة الأمد التي أعلنت عنها الوزارة سيتم خلال 9 أشهر فقط، إذ سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. ونقرأ من الصحيفة أن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة كشف عن قيام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالقبض على 146 عاملا أجنبيا مخالفا، إلى جانب مصادرة وإزالة 249 فرشة خلال العام 2016، مشددا على إمكانية المحافظة من تكثيف عدد الزيارات الرامية لرصد الباعة الجائلين. نقلت الصحيفة تأكيد الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس عبد الله عبد اللطيف أن البلدية ماضية في تنفيذ خطتها الطموحة في تحصيل الرسوم البلدية وذلك وفق التشريعات المنظمة لذلك. من صحيفة الأيام إليكم صوراً من فوز منتخب التايكواندو البحريني للسيدات وحصوله على 3 ميداليات ذهبية. هذا وإليكم صورا من صحيفة الوطن لحفل الفنانين ماجد المهندس ووليد الشامي في ربوع خليج البحرين وسط حضور جماهيري كبير. ومن ذات الصحيفة نعرض لكم صوراً لألذ المأكولات من مهرجان الطعام. وقبل ختام جولتنا الصحفية نبقى مع الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلقاكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.